تحية لكم مشاهدين الأعزاء. إذن جهود كبيرة أيضا وتحديات كثيرة ودروس مستفادة من جائحة كورونا، واحدة منها هي موضوع الأمن الغذائي وتوفر البضائع دائما واستمرار الحركة الاقتصادية في البلاد. نتابع معكم موضوع التحصين، وهذه المرة في محافظة شمال الباطنة، وينضم إلينا مباشرة من هناك الزميل علي بن سالم البادي. علي، مساك الله بالخير وأهلا ومرحبا بك معنا. مساء الخير زميل العزيز خالد، ومساء الخير لكل مشاهدينا الكرام عبر هذا البرنامج المسائي الأثيري. كما قلنا طبعا علي بأنه هذا الشهر شهر يونيو أيضا شهر حافل إن شاء الله بكثير من الجهود في تغطية نسبة كبيرة إن شاء الله من المواطنين والمقيمين في التحصين ضد فيروس كورونا كوفيد-19، وهذه الجهود طبعا المبذولة مختلف المؤسسات، وأيضا يقابلها أيضا رغبة كبيرة من المواطنين المقيمين في الإقبال أيضا على أخذ هذا اللقاح، وإن شاء الله تكون نتائجها إيجابية بإذن الله تعالى. فكيف شايف تسير الأمور هناك في محافظة شمال الباطنة من حيث التنظيم وأيضا إقبال الناس على أخذ اللقاحات؟ بالطبع هنا في ولايات محافظة شمال الباطنة استعدت المحافظة بشكل متكامل لحملة الوطنية أو تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد-19، وقامت المديرية العامة للخدمات الصحية بتحديد عدد من المراكز التي تستهدف الفئات المستهدفة لتقديم جرعات التطعيم، سواء كان منها طلاب المدارس وأيضا الهيئة التدريسية والهيئات الإدارية العاملة أيضا في المدارس، وأيضا من جانب ومن جانب آخر أيضا الفئات المستهدفة اللي هي من خلال أيضا الأشخاص الذين يعني تلقوا الجرعة الأولى وكانوا في انتظار الجرعة الثانية وغيرها من الفئات الأخرى التي أيضا سنتعرف عليها من خلال ضيفنا في الحوار القادم هذا إن شاء الله والمباشر، وهو الفاضل سالم بن سعيد الشافعي، ممرض متخصص أول بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة. أخ سالم مساء الخير، ونتعرف من خلالك على سير الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد-19 هنا في ولايات محافظة شمال الباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير جميعا. بداية نتوجه بالشكر لتلفزيون سلطنة عمان على إتاحة الفرصة للتحدث عن الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19. في طبيعة الحال نحن مثلنا مثل المحافظات الباقية كان الاستعداد من بداية من قبل الحملة الوطنية، ومثل ما ذكرت أخي العزيز نعم تم وضع 6 مراكز في المحافظة بواقع مركز في كل ولاية، في كل ولاية مركز خاص للتحصين ضد كوفيد-19. طيب، بلا شك يعني هناك جهود تبذلها الطواقم الطبية في هذه المراكز وأيضا في بقية المؤسسات الصحية، نتحدث عن هذه الجهود وأيضا عن كيف هو التنظيم والإجراء والإجراءات التي تقوم بها هذه الطواقم في استقبال الفئات المستهدفة. نعم، تم الاستعداد في محافظة شمال الباطنة بتعيين فرق طبية وطبية مساعدة وأيضا من المجتمع للمشاركة في الحملة الوطنية للتحصين، والحمد لله انعكس إيجابي لقبول أو توافد المجتمع في هذه الحملة. طيب أخ سالم، احنا بداية الحديث يعني أشرنا إلى الفئات أو بعض الفئات المستهدفة على اعتبار أن أيضا نتعرف تفصيلا على هذه الفئات وأيضا كيف وصلتم إلى هذه الفئات كمراكز متخصصة في ولايات المحافظة.
طبعا الفئات المستهدفة في ثلاث فئات. الفئة الأولى الجرعة الثانية من الذين المستحقين لجرعة الفايزر، نعم، والثانية للمستحقين من جرعة أكسفورد، والثالثة لكل الموظفين في المؤسسات الحكومية. نعم تفضل. بالإضافة إلى الفئات السابقة، نعم، من الأمراض المزمنة، كبار السن اللي بدينا معاهم من قبل، وأيضا الأسبوع الماضي بدينا في الطالبة دبلوم الثانوية العامة، نعم، والمعلمين. طيب أخ سالم، مدى إقبال هذه الفئات المستهدفة لهذه ضمن هذه الحملة؟ الحمد لله رب العالمين، شهدت مراكز ميدانية في شمال الباطنة إقبال جيد، إقبال كبير من المجتمع ومن الفئات المستحقة. نعم، كم يعني هل يحضرك عدد معين؟ نعم، في اليومين الماضيين أمس واليوم، نعم، تلقوا اللقاح أكثر من 10,000 مواطن في ولايات المحافظة. شمال الباطنة. هذا مؤشر أخي سالم، يعني يشير إلى أن هناك إقبالا لهذه الفئات المستهدفة. يعني هل يعني برأيك أو من خلال يعني هذا الكلام ربما احنا تحدثنا إليه سابقا ونذكر به، هل هناك من يعني بعض الإشكاليات التي تواجه البعض حين تناول هذا اللقاح؟ الحمد لله رب العالمين، نحن كان الخوف أن في بعض الناس عندها خلفية عن هذا اللقاح بعدم أمونيته، ولكن الحمد لله رب العالمين في الواقع ثبت العكس تماما، نعم، أن الناس الحمد لله رب العالمين والشعب العماني مثقف وواعي جدا ويعرف أمونية اللقاح، لذلك ما شاء الله يعني العدد كثير، حتى من الفئات غير المستهدفة جون المراكز يريدوا كلهم اللقاح، نعم، وإن شاء الله وحين طبعا خبرناهم أن اللقاح الكل بيستفيد منه، ولكن على مراحل إن شاء الله. طيب إلى متى تستمر هذه المراكز في استقبال المستهدفين في المحافظة؟ هي الحملة الوطنية لعشرة أسابيع، نعم، ولكن في تمهيد إن شاء الله للحملة على حسب وجود إن شاء الله الفاكسين أو اللقاح. طيب هل هناك متابعات ميدانية، مثلا اتصالات أو متابعات لفئات معينة من خلال المؤسسات الصحية؟ نعم، خاصة المستحقين للقاح للجرعة الثانية، نعم، لأن كلهم مسجلين معنا، نعم، ونتصل فيهم اللي ما استطاع الحضور نتواصل معه. نعم. طيب إذن هكذا مشاهدين الكرام كنا في هذا النقل المباشر الذي نتحدث من خلاله عن سير الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا كوفيد-19 في ولايات محافظة شمال الباطنة من خلال ضيفنا سالم بن سعيد الشافعي، ممرض متخصص أول بالمديرية العامة للخدمات الصحية. والآن نخرج إلى فاصل قصير عن الصناعات الحرفية.